بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكب بقول أفرتني السقالات كمدة من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. قال الإمام: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. حبابي هاي صلاة الجماعة فضل قائلة هاي يود باتدا كشرتي وعيتك كو إمارية هدي لقد مروا صلاة الجماعة عذور دار الآن. أنت أنا عشر كودا قرين لهم السلام برا رجلنا إن مسألة كوباد وعطسي والد أي هذا وأنت نسوس على برنامج وقب تي ويل بعد وحن وصل ما يرى ولا يبي هذا وحن وصل مرك وحيد كعد سنة جاءنا ضد عيسان إلهي سبحانه وتعالى كربضة إنه كفيده ويل كوعافيه إلهي سبحانه وتعالى كربضة كفيده عام فيها دق دق والله ما فلنا الله سيو مسألة الله بعد كصاب سن درسية حالي وحن صوم الرئي حديث كي أبي ذر وحاكوش ري إن ونبي قدر دار أبو ذر إنه أطيعه ومقله تلس كي يمام ملكه وإن كان عبدا مجدع على الأطراف وإن كان مجدع عبدا مجدع على الأطراف كان خصوم الرئي مسألة مركة إمام النووي باقبته شرحه أنو نمبر رجواها في مركة سيد الأوقية هاي إشكال باكتشرة وحوة سيد الأوقية هاي نينك ونقونا يا مسلمين تم بدحوينها خليف كان نقونا يا أما إمام كان نقونا يا وحا شرطي إنو يهاي قف مسلمة أو لبأة كدبن حرأة سليم الأطراف والحواس وبد قبل لحد اللحات قبه وحو البورد وعيا هوشي لو اقمضينا كبد قبائنو يا شرطي شرطي مركز اللي اسكوج معينو حر يا اها يد مدائنو كهر من ايوه لفظك وان كان عبدا حبشيا مجدع الاطراف علماء مركز اني كجوابان اشكال كاس اسكو ديان لبا جواب بشيغي نووي جواب تكوبات وحولي هي وحلو شرطي انو يهي حر وسليم الاطراف ونعب الضون اهين اما قرشي اوامركو امامكو يهي امام لدورن هي بالاختيار والتنصيب هدو يا امام متغلب ومد حوكو قبصدي افقم ملتري كو قبصدي كرسي رئاسه ذا هدا مركاسي دي قم بنبدبدين نايم الضون باطي محر باطي في رمين وحديك تمعنا والنبي قلت متغلبين تدنبه إلا وقدم بقولي وحان نقضي الضوماء هان جريبا مدحويان نقضي مصر وكلم مالك تود قرنيس هل كاس قاب كاس هلقو فسي وحاك الله دعي كرتبين لقو وضو الضوان كو حلالك هو سئ قاد قدومية دقمي إيو حافظ مامو الكيد إيو وحان نوع عاسة يعني أهين رئاسة الإمام العظمى بالغوضة جاوبت دنبا صحة جاوبت دنبا صحة جاوبت دنبا صحة وحديثك وافق سن وآه اسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف إمامك أبو ذر باكو فسري ونو تاساكو أصبح ضي رواية حديثك أولي هاي ومن حديث عند أحمد وغيره وحكيمد أبو ذر مركو سيدنا عثمان أي اسكو أفقرتين ومدينة كبحو وربدت دقو ما نقول رسل ربد أبو ذر أود تقي يا مسجد كتولة أيو صوق علي صلاة أدكت الجماعة التي كتت بولي جماعة بإمامك وضواء الضون من موالي عثمان بن عفانة مشاهدك وحا إمام كاء نين سيدنا عثمان واجد أبو حرندو لكن مركا موالدي ساء أدون أدوميزا كتشرة يا بكاء مسجد كي إمام كا صاد أبو دروس وقليبة وحال لي أبو دربا يمد تقدم قال أن تجي ما مؤمنتي يضطك ورن مع الإمام كي أدون كحوري تقدم حديث كانوا مركا الشيخي بل أنا أنك قاضي ورسول حبيب كيجي إن أنكم مقلون كقدبت كذا لازم أن تجبور إمامة يطاع علي سمعي وحوق لأبو ذر حتى إمامة الصلاة
إمامة الصلاة يوحي لها المال هولها يركي أضمه قبان كران حتى هاوينكو أي كتالين كران ير يركانو كحن بارين أما الرئاسة يطلس كي قوينا شغل كمالها جواب تاسوا جواب صحة صحيح وانا كحن بارين وحاسة كفي عن إلا إلا هذو قضية شرطية وي قاعدة يقانين أصولين تي مناطق هذو أيا كوان أكسن مركات كوهل وحلوها القبصنة يا غاية لقها الله يو لما إيوا غاية داينا دعلي إنكلي وحدي والله أنا وركا كايل إني حتى هادو أبه ما أنت مش تستوى أبه أنا صدق زنا كور بقول في وإلا في زود حليستين القضية الشرطية اللي إذا لا تستلزم الوقوع بل لا تستلزم جواز الوقوع مستحيل يا محال بأن نكون كرتا القضية الشرطية لا تستلزم الوقوع شرط يقول مركز الشيء اللي يقول شرط يقول إنه دعي أما أدعي كرم من نقضي يضع شرط يقول مكينه بل مستحيل ممتنع بأن نكون كرتا نبي الله عيسى مركز إذا يا ربي إذا يمحيني أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين اثنين محاك الدنبي إن كنت قلته فقد علمته نبي عيسى ما ردهن إلهين موقعين ودهي وقضية شرطية أون أن دعي كرين ومستحيل إنه نبي عيسى إذا اتخذون وأمي إلهين ما دعي كرتا أبدا إنه النبي قال أسوه هو شيء إذا هدنا إلهي مخاطك شذوب بين مخاطك شذوب ما دعي كرتا ما دعي كرتا ومستحيل القضية الشرطية اللي هذا لا تستلزم الوقوع بل ولا جواز الوقوع لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قضية شرطية وحيك أنت كلية إن شرطك إيا جزها وحيك يقانا نحاضه مناطقنا أي دهتان مقدم كي يتالية أي إسلازمان بالغ الربا إن إسلازمان في الصدق والكذب أو في الصدق والارتفاع إسلازمان لكن إن دعان واقعي مادان أو شيء لطابت أو نقض شرط ما بل مستحيل بل سكحر كرا مستحيل شيء أنترين بل وحر كرا إن شرط إلا قادر شيء ممتنع أي دعي كرتا إلا يمحور يقول إن كان للرحمن ولد هي موحد دعي كرا مركع القضية الشرطية يقول إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين صورة قلما لكن هو محيوى التعليق بالمستحيل بالليل هذا والمحالات مركة القضية الشرطية ولو كان عبدا حبشيا وقضية شرطية نبي وحور ربا كلية إنو أتكيه ومدكر دعيه إنه يمقلان طلس كوذي أمرد وذي مامل كوذا كامر قاتا إيه ومبح هاي مسألة ده الدون من غنكرا ماذا حوينا مسلمين من غنكرا تاوى قضية ممتنع شرعا لأن المسلمين أجمعوا على أنه لا يكون الإمام إلا حرا إذا مركا إن هذا القضية الشرطية باب كذب مريسو وتكون أنه تقشب التأويلات ككلي يأينا تكفى سيرت السيد وصحابه حد صاحب الحديث وكوحن باري باكوان أكسن إن متغلبي هولها هل كان لأهدو وذلك إن أدو عيسين بان في الهيا سوسيدا ما باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وحباب هاي صلاة جماعة فضل إليه ذا هاي إن العديو إيو جماعة ولا قرصة أما اللي بغد دمرو لبك أي ليه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت يحيى بن يحيى بن بكر التميمي أبو زكريا النيسابوري قال حول قرأت على مالك ابن أنس أبي عبد الله عن ابن شهاب الزوري عن سعيد بن المسيب المخزومي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه الدوسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول صبنه صلاه الجماعه صلاه كولن كي من مدى لغوتو كذو افضل وحيك خير بضنت من صلاه احدكم مدكين صلاه سوحده وكلجي اوتو كذي بخمسه وعشرين جزءا بخمسه وعشرين جزءا لباتن يشن قبل بيديرتاي لباتن يشن جزء بيكفض بضنت صلاه الجماعه كتو كتي يا صلاة كليجاتك توحيك لفض بدينهن لباتن يو شن درجو وإيمان دونتا بخمسة وعشرين جزءا باني إيدي بعض النصب وحي قريا بخمس
بخمس وعشرين جزءا سنة هذا بخمس تبانا في عن شيء قال ترن هيو هدو يهي اللب ترى ذا ندق بالغا دقا ثلاثة بالتاء قل العشرة في عد ما أحدهم مذكرة ابن مالك يعني لقب الله يعني كو إلى طبعا لقب قاريو شيء قال ترن هدو اللب يهي ترى ذا عدد معدود مجرى عدد كهدو معدود كهدو اللب يهي ترى ذا واحد كده جيسا ندق بتاوتاني ذي وحلها الملاد قليس هدو شيء الله ترن هاي ندق يهينا ترى ذا الله باين يسا ثلاثة بالتاء صدح لقب بالله ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحدهم مذكرة ابن مالك وركس نسابا في لي لما لها مركب بخمس وعشرين جزءا هدي اللي يدا حقوق حكجرة خلاف يعني خطأ لغوي أكجرة لأنه جزء هو محي من حيث اللفظ هو مذكر خمس إنه ومذكر صح ما أمرك إلا إذا هذا بخمسة وعشرين جزءا مركا أساس معناها سميش كجرة ونا تلمامي إمامك أصبك تلمامي هذا خطأ لغوي أكجر ولي هاي أساس أنا لغة وافق سن لكن معناه وجد معناها إذن شيء قوي معدود كي عدد كين لصفيريو حق تذكير كي تأنيت كالغب الله بصدع إلى طبعا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي عن معمر بن راشد بن عروة اليماني عن الزهري محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب المخزومي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة في الجميع تفضل وحكفظ بضانت صلاة في الجميع صلاة وذا تشير لقلت كذية جماعية لدنيا هاي على صلاة الرجل وحده ننقل صلاة سوء كلي قلت كذي خمسا وعشرين درجة خمسا وعشرين درجة خمسا وعشرين درجة استاذ مارد درجة هذا هو محي ومؤنث معدود كبا مؤنثة ترى ذي مركب محلقة دقي خمسا تادي بالك قوي تادي بالك قوي لباتني شن درجة إذا جزء كل صور شيء قوي ودرجة مركها عدي مرك الأيتي ما ده روايات كقاركود بخمس وعشرين جزءا حالنا معناها أي الله من الحسن أيها معناها الله من الحسن جزء وام حي وفي معنى الدرجة جزء مرك إنه يهي مؤنث من حيث المعنى أي مرك كم مقارنة إذن عدد كي وحنك تقول إنه تأذي معناها أصلا والله وحن باري كراه ومعقول مرك أدوه كتاب خطأ بأكو جران ديدنا خطأ أص يعني الرواد إن لي خطأ بيقالين أدوه حقوق أجمل سواخر سنة أزواشو كاي لي من مكة تأويل قال الغور فرهية قال وحوري نبي وتجتمع ملائكة الليل ملائكة هبين كقول مي وملائكة النهار ملائكة مالك الشقين يسي في صلاة الفجر وإنه صومر صلاة الفجر بيقول مي وهذا من فضائله فضائل الصلوات وي قال أبو روحوري اقرأ وإن شئتم أخريها ضاد دونتان حديث كان مخرها تجي سي مصداق يسكا أخريها كتابك ربي وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يجتمع تجتمع ملائكة له ملائكة النار وحور ربائين وكفسروا شهود كيكا قيب قليد لقا قيب قليد حتى ملائكة كجرته أي كجرته وحدثنا أبو بكر محمد إسحاق الصاغاني حدثنا أبو اليمان أخبرنا أبو اليمان الحكم النافع وذكرنا إنسان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة سعيد المصيب هذا ثم ريسين يا أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف الزهري أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحوري سمعت النبي كان مغلي صلى الله عليه وسلم يقول أسقولي فذكر وحوري شيغي بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر بن شيغي إلا أنه قال وحوري بخمس وعشرين جزءا بخمس وعشرين جزءا وحيدير تاي صلاة جماعة مد قول اللوت كذي كلي لباتن يشن قبل بيكفض بدن تاي مركب محور ربا نك هذا زهري متابعين يواي نك متابعين يعفوا زهري حديثك كقاضني وشعيب لكن هو متابعة قاصرة شعيب معمر بكلهما عن الزهري آيت هذا مركب فذكر بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر ساس الرعي وحور ربعين كدرينسيوم طبعا يتابعوا قاصرة طيب
هدي مركو وجهد نينكا وركاشيغي وها ويه نينكا ليرادو شعيب هو متابعي وكود عبد الاعلى معمر ما شيغي هدو كود عبد الاعلى نينكا دنبي وحو راعي معمرنا عبد الاعلى ما شيغي وحو هاد اسوقا وحو ربا انو كيرادو شعيب عن الزهري شعيب عن الزهري وشعيب وحو شيغي بمثل حديث عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن معمر عن الزهري مرك هذا شعيب المدين متابعين ايوه شعيب وحو متابعين يا عبد الاعلى متابعه قاصره وحو كل متابعين معمر متابعه تامه مش مرك ربنا وحو انه كتيرادو لفظ عبد الاعلى وصو شيغي السامي عن معمر وكله ايو شعيب كوريي عن الزهري انت اصل امام قد الربا رحمه الله تعالى عليه مركا ب 25 جزءا نوركي هذا ان سوشن نوكلا كجرا ب 25 جزءا وحال بين النقطه ب 25 جزءا حق وحالنا مركا حلقة يبا ان اوسفيري معناها وجزء هي درجه وحدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب القعنبي حدثنا افلح ابن حميد الانصاري عن ابي بكر ابن محمد اسمه كنيته اسمه نك يلا يلا ابو بكر محمد بن عمرو ابن حزم الانصاري عن سلمان الاغر الجهني ابو عبد الله المدني وارضي خاص وابو هريره اذ احاديثه وقادن جرو ان بدن لا سعودي قال وحول ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الجماعه صلاه ودرت لو توكده يودا جيرك لو توكده تعدل وحي ودغنت حق فضيغا 25 لباتن يشن ومن صلاة الفرد كم إذا صلاة تقول اللي قلت كذا الفرد أي الفردي لباتن يشن صلاة نين كل جي قلت كذا الأجر تايو هل كذا الصلاة الجماعة قلت كذا نين كل جي قلت كذا لباتن يشن تي صلاة بالأكت يعني هول سهلا ما نين كذا خير دونية وحدثني هارون عبد الله الحمال هارون عبد الله بن مروان البغدادي ومحمد حاتم بن ميمون البغدادي قال وحين لبدا وداد حدثنا الحجاج بن محمد الاعور المسيسي استوى بغدادي قال محمد حجاج وحويلي قال ابن جريج وان زمر انه من اثبت الناس في ابن جريج قال ابن جريج وحويلي اخبرني عمر بن عطاء ابن ابي الخوار العامر المكي بائي والرمي انه عمر بن عطاء بينما هو جالس حل لفديي مع نافع بن جبير بن مطعم العدوي إذ مر بهم وحاصوم مري وذلك عمر بن عطاء أياوح لفردي نافع من جبير بن مطعم العدوي كذب وحاصوم مري وذلك أدى سومري سنة سلمان الأغر تلميذ أبي هريرة أبي عبد الله المدني الجهني مولاهم باصوم مري إذ مر بهم أبو عبد الله أبو عبد الله نواه سلمان الأغر وأدى سومري سنة ننعصم معها لكن محلو قدري ختم زيد بن الزبان أبو عبد الله المدني وسلمان الأغر وتلميذ أبي هريرة وختن زيد بن الزبان زيد بن الزبان سيدي وي ختن هو سيدي أما ماشي أنا وأنكرها أنا صدق أوكالي عرفت أن يكل بدلنا هاي قبرنا هذا ننك قبا ختني بعد كوية ختني بالأورن هي ولاش أن ننك قبانا وحال أورن هي ختني ختم بالي لذا ولا شانك واخت عند العرب قبر هذا نك قبرنا محكوية هذه خطا عند العرب انا اقول لكن دماشي وحنقر نقانا وحي الدمر انا دماشي وانا حق اصلا مرينا لكن ما كان رجل سوف يرين انه قبر هذا نك قبر صدق بدو تاي اصلا هو صدق قيب ورانا اياه ولا شانك قبرنا واسيدقا وانك لدوينا طيب مولى الجهنيين مولى الجهنيين زبان ومن نقول حول الله بنا إياه أبي عبد الله أبي عبد الله مركو يدي سبا الله الشيخي مر مقعي سبا الله الشيخي مر ننكو حيد كاهايان با الله الشيخي مر نوح الله الشيخي قوليهم مولى هو أها وأنك سوني سلمان الأغر أبي عبد الله الجهني مولاه مولى الجهنيين ووصف الله بنا إياه لأبي عبد الله وسلمان الأغر أما أحمد الله بنا إياه زيد بن الزبان فدعاه نافع فدعا نافع نافع بأويله هو أبا عبد الله أبا عبد الله فدعاه ضميرك وحده علّيسا أبا عبد الله بأويله وحاويله نافع بن جبير
هوش مسلم كربنا وحاول إنه ينوعد إيوه نافع ابن جبير ابن مطعم إنه متابعين إيوه أبو عبد الله المدني سلمان أغر متابعين فقال النافع وحيدي فقال النافع وحيدي سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام صلاة لدتك إمام كمسجدك يا أفضل كفضل بدن من 25 صلاة لباتن يشن صلاة بكفضل بدن تهايو يصليها الرجل وحده وأنك كلي أتكني صلاة كلي أتكتي إيو صلاة عن جماعة إمام كلتك وحيش ديريه لباتن يشن صلاة وحيش كده ما هذا أدون كان يربى لتشوغ يا عمرك واس كم محدود مالمون واترسين وحال منطور مرسطن بآخر كويل حدثنا يحيى بن يحيى آخر لسما قارامه أدونك قاران كتيرا آخر هو نو والبي وحيسا طيب هذا السؤال لي باب الشفاعة سوها ينوضن بي قال وحول إمامك قرأت على مالك عن نافع عن عمر هذا وحول ربا متابعة صدحات قرآن وحن قصوا بحنا حديث سعيد المصيب عن أبي هريرة وحن صومر حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وحن مر إن حديث أبي عبد الله الجهني عن أبي هريرة نافع بن جبير عن أبي هريرة هنا نافع بائمنا إياه يهولي عن ابن عمر يكين يا مركه وشاهد بالله شواهد أيها هذا بالله أن عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري صلاة الجماعة صلاة الوتو كذا جماعة يود تركي ودرتا أفضل من صلاة الفذ صلاة واحد كوحي كفض بدن تاي بسبع وعشرين درجة لباطن يتضب الدرجة دير تاي وحدثنا زوي بن حرب ومحمد مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاوي عن عبيد الله بن عمر بن حفصن العمري قال وحجري أخبرني نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة نينكو صلاة الجماعة كنت كذي تزيد وحي حق أجر كدير تاي على صلاة وحدة صلاة وكل جيت كذي 27 درجة هذا نسومرين لباطن يتضب درجة دير تاي هرانا وحي نسومرين لباطن يشن درجة نسومرين إذن قاف كل الله جمعينها يا ويلة هل صلاة بو نبي وكهل عليه الصلاة والسلام وحور صلاة كل جيت كذي يمد الجماعة كتك تي وحيسدير يهين لباتني يو شن درجو وحيسدير يهين لباتني يو تدبد درجو ولا قوضو لباتني يو تدبد صلادوت بيسدير يهين أما لباتني يشن صلادو حلقودك بيسدير يهين إذن لباتني يشن إيه لباتني يو تدبو واسده نوال بميال بقود في معنا يعلمون الشيخان وقف عن وعاوي وبحسب حال الرجل صلادو ويسق من هي آدابتي هي أخلاق دي صلاة هي مسألة آدابتي سي هي خشوع دي هي طمأنينة أدكتو كتاي وحي تقي صلواتنا يتضب الدرج صلاة دو قلب قلب جماعة سكتو كتاينا لواتنا شن درجة يتقي سا لواشن شن تدرجو هي لواتنا يتضبضو كل وحي كحران تهاي حالات دادو صلوها بيسن تهاي مدى أدو عجزونها مهمسونها يأفكر قاضها أيوه قعانتها في كبوبها أدكتك تجماعنا وحاوي لواتني شن بيتقيسا مدى أدو قلبي أدو حاضر يا إلهي مراقبين يخشوع سن أدكتنا لواتني تضبي تقيسا بل ويكبضان إيسا وذا هل كاس يكون فسرين وأنا معنا واقع يا نبي قلنا أوش شيقي وعدي صلاته إن يكون كلفة بدنيهين خشوع ذا يا أدابته يا ويسيد سادو هاجيسو يا سادو استورانتاي يا قلبي غادي نية هذه اخلاص كذا نبي ما لبدا بكل شرحي ومعنى معقوله وحيكل ولادو كف السيرين واسيد مسجد كوكا جماعه بدنيا مسجد جماعه يوسف بدن طيب كنتو كتي كدبنا وكلا جماعه بدنيا أما وحالته كتي قولي أن بركة سنين أو فسق إسكاك بدن أو عامة إسكاك بدن أو قروفي إسكاك بدن أو مركة الركوع عام بكالا شيح وموقان هي أو هي صلاة شمق ولا دائت كان هي بلدته كتي إسكو أجر ما إن الفاندين مرم بلا كل با حالة صلاة إيد بوحكو قيميسين ولا دائت معناه صحيحة ويقرعزا
الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه مركو أوجود الشيء يجي لقو جمع لها لباتن يتضبط يشان إلا باتن كلقو جمع لها أيوه الشيء يجي مسلو حورة وحكروا لي عكرت إن مفهوم عددكم أصلا معتبر باهين بقى ومفهوم العدد باطل عند الجمهور الأصوليين بوري هو شوى خطأ من حيث الأصول إمامك هو سهوي طيب عند كثير من الله يدور إمامك لكن الصواب مفهوم العدد هو معتبر وأنا حجة عند جمهور الأصوليين مفهوم العدد وحجة معتبرة عند جمهور الأصوليين هو شأسكي إلى ليها كوخ الضمينة طيب مفهوم العدد محل قوضة وتعليق الحكم بعدد مخصوص ترقون تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على نفي الحكم عما عدا ذلك العدد طيب هذا كله نين كان وحاسس على باتن دينار سي بقول سي معنى دوام حي بقول وحكي بدنا نمسين كرتيد وحكير نمسين كرتيد وتعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على نفي الحكم عما عدا ذلك العدد سواء كان زائدا أو ناقصا لقمنا كردين كرو لقمنا يرين كرو هذا هو مفهوم العدد مفهوم المخالفة وياد الله سعده مرك إمامك أنت أمرك ملاحظين أول مفهوم العدد هو باطل عند جمهور الأصوليين أدوده عند كثير صحوي وحنفية إن من بابا نهو شاقبين إيه وذا دحت شافعية لكن جمهور الأصوليين ومفهوم العدد هو حجة عند مالك وأحمد والشافعي وجمهور الأصوليين مرك الصواب كالي تخصيص مركو الصواب كالليه إن شيء عن شيء الوجون يجوله أما فضل عن الوجون يجوله شيء عن هذا الصواب كالليه هاي وعدد الصواب كله أكوي من مركهم بالاعتبارين مرك أنا أصولي لما هو اعتباريام جمهور لما أورني إذا كان للتخصيص صواب آخر فلا يعتبر المعدد والمفهوم ومرك مثلا شارع وكود تكثير وكله تكثير أو شيء نضبط شو مكود ومجد عدك إذا لم يكن العدد مقصودا فلا عبرة له حاتري هبلو كن شربان كصوع التلفون كي قبل ما يزيد حقيقة توام محمد كجر ما نوعين حقا ودا كلية إن بضي سو أنت كراد وعضي إن بضمك وعم بتكودا إذا كان العدد صوب آخر فمفهوم العدد وام حي وغير معتبر ومشي علماء إلى هذين آيات كفر إن تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أنت 70 مرة ما أهم مقصود عند جمهور العلماء فلن يغفر الله لهم حلقة وضع سوى البطء دم بدأ أقوى ديزه لم يلي ولو 100 ملايين هكذا مركة ترى ما كل شيء قد تكوض إن هذا هو شيء كرسو إن بدن فعل كعبرته مركة الله ما اعتباري لكن هذا عددكم مقصود يا هاي ترى مفهوم كاسوا معتبر عند جمهور الأصوليين مرك حكوفا إنه يادوكو حنبارو يجاهدو العدد هنا ليس مقصودا وإنما نبي حور ربا تكثير فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ انت سأكون في الآن لاي وشيدو نبي يلي لواطن يشن يلي لواطن يتضبو حكودا وحيدا قرين أو فضل يتراء بي صلاة جماعة ودير تي صلاة قون اللو تكدو والعدد هنا ليس مقصودا فمفهومه غير معتبر من نسبة نوحا نجد لكن ترى مفهوم العدد هو غير حجة غير معتبر عند الجمهور وخطأ أصولي أنت أسكوا هذا بحكة الله أسكى خير وحدثنا أبو بكر نبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة وابن نمير محمد قال مسلم حوري مرلباد وحدثنا ابن نمير محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ندو عبد الله نمير الهمداني قال وحدا لبدا وذات وكوضه قال يكوض أبو أسامة إيه ابن نمير كوروا عبد الله ابن نمير كوروا محمد كوري خطأ وعبد الله حدثنا أبو أسامة وابن نمير عبد الله ووالد كأه عبد الله بن نمير الهمداني قال مركو حين نقول إساء أبو أسامة إيه عبد الله بن نمير
حدثنا عبيد الله عبيد الله بن عمر العمري او حي متابعينها يحمي سعيد القطان وتصومرتين بمتابعينها بهذا الاسناد سنه كان صقه مريسين عن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير وحيري عن ابيه محمد نمير مك وحدك قادني عن ابيه عبد الله وحيري بدعا وعشرين لباطن يدور بيديرتاي وقال ابو بكر بن ابي شيبه في روايته اسوغ وحيري 27 درجه تضبي لباطن درجه ديرتاي وحدثناه وحدثك النوتبيه وحدثناه وحدثنيه ادوك دو مسلم حديثك اجدا مركه ضميرك حديثك علنيسا طيب حدثنا وحكى حديث النوتبي بن رافع محمد بن رافع القشيري اخبرنا ابن فديك ابن ابي فديك محمد اسماعيل ابن ابي فديك اخبرنا الضحاك ابن عثمان الاسدي عن نافع هذا مك الضحاك ومتابعين اياه عبيد الله طيب عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري بضعا وعشرين لواتني الدور وحدثني وحكوا حديثك يتبي عمرو الناقد عمرو محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد ابي الزناد نواكما عبد الله بن ذكوان عن الاعرج عبد الرحمن هرمز من اصح الاسناد ماشي لورنجري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا رسولك الهي انت وحكاك بحي ترجمة بابك الله بقى يبود بك كوبنا بابك باب فضل صلاة الجماعة وصور دمي باب فضل صلاة الجماعة وصور دمي وحديث تدى المرأي سعدين كابي هريرة دروق بدنا إياكي ابن عمر بكل دمي صلاة الجماعة ذو إني كفضي بدن طاي مدة فقون اللوت كود الله باطن يتضبط درجة محاها راي والتشديد في التخلف عن الجماعة خطرت أيلاد هاي إن جماعة اللي قد يبدعه يهدي إمامك باللابا يا مسلم هو شيء سوى هول ترتيب سوى وترجمة يا أبواب يا تقرير ملح سكجر أحاديثا أسيد دين إمال وسكوك قرين وحرك رك رواية ولا قصم رأي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بقى صلى الله عليه وسلم فقد وحوى الناس بواية في بعض الصلوات صلاة بركو صلاة عشاء أهيد صلاة عشاء أهيد صلاة بركود أي النبي قواي رقا قاركي حديث كان حديث آيات ودي بدون أسأل كيسي أن قصده كوي من أينو دبو تلمان والرواية كيسة قيبة كم إذا عدي خارج صحيحين نبي صلى عليه الصلاة والسلام هبين هبينها كم إذا يصلى عشاها يمسك كالسوق علي مركز وأركي جماعة آد وير حل يقول حل لما غنان كربانا هاي نبي يقول مبب سنين و بسلية صلاة عشاها والركادي دبو أرديي حل النوى البضلة وإيمان كريئي مساعدك إبرنا واركي حر أبو هريرة غضب غضبا لم أرى منه لم أرى أشد منه بور هبين كان نبي حو عروضي أرى أنا ولد النبي أرقى صوغ سيدا وعروضي هبين كاسو نبي وحالي حديث كانوا كوحالي واقع حديثك حديثك ورواية سحاكو يميد إنه النبي صلى الله عليه وسلم رق مسجد كلا الدرس أه مسجد الدرس كيساء مسجد كواد إمام ويدي درس نوى الله تهي وقضب كالي صلاة نوى صلاة عشو منافقين تكو أذك وهول صدحات حو النبي كود رأي دانا ليست بهم علة علانا عدر دارنا مالها عدر دار مليهين مسجد الدرس كيسي باتهي صلاة نوى عشو انت صدام باسكو درمت النبي وحولي مركا نمان كاس وحان هميو ان بدن كفكري ان ابن انت صلاه الله اقيمه اون غدا ده دلك سي توجي اون ويلا دلن يرو بركيسن كحيستو ان غريها كو غبو حديث مركا حديث علوس وي سبعه ودغيست فقد ناسا بواي في بعض الصلوات دد كاس نسيد الثواب كان منافقين بيايه منافقين بيايه لانه معنى النبي شيغي دونه رق الصحابة يا أهل الصدق يا كما صورة قالوه ويجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه معنى يخصصه فقال الصبح لقد هممت وحان همي وحان ضوني أن آمر إن أنفره رجلا يصلي بالناس إن أن نمغ عاب أمد صلاة الجماعة سيتجيه
ثم انت قدب وخالفة أن أوي دارتون أضم مرضتك إلى أن تكون يسوس سعدان وأن أضم مره إلى رجال رق يتخلفون كدب مري عنها عن الجماعة فأمر بهم أنفره إلا قبه طيب فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم فيحرقوا أي قبان عليهم على الرجال بحزم الحطب حطب حقلو قرية أما حابعة بيوتهم قرية هذا دو حقيقة يجوز التعزير بالعقوبة المالية حديثك قرية وهانتي مهمة بنادم وحور هذين يقولوا بأقوم مهم سن إحكى لو إسكفا كيسي مضاد برأي بوصة شيء مل هو يدعى هو يهضاها شو إحكى لو إسكفا ما يستروي طيب ومرك مقال اللي تشوقه مرك مي اللي تشوقه هوش أساسي قوى عنتدي الرشين كعلاش أبوي صدرت المي وحيد عن عول دركته ما ليس حتى ما هو يدو قاعدة وقع ما ما مي وخص يسوي ما قال لكن هل الدين لجوجو ما الله سحلاه كوكو دارن ما طيب مسمى طيب وإلى الله سبق قصيد فيحرق عليهم التعزير بالعقوبة المالية لقاقاتي ومنسوخ يميه ومحكم نوال سكوهيا فيحرق أي قبان رقي أنك حيثي حبث سؤروري عليهم على المتخلفين بحزم الحطب حزم كوا جمع حزمة وأنا حقشة لقو قاضي قرية بذكرنا إسان هلك إلى هلك أسوي كو حصاب حلو قاضي بيوتهم قرية ذا أنك قبان ولو علم أدوغان لها أحدهم متكو رقن صلاة جماعة كهر يعشان إمنين هدوغان لها أنه يجد أنه كهل يمسدك عظما صمينا لف حقوه لبسارية لف بورا عظما صمينا لشهدها جماعة النبي إيمان لها بور هذا ورق المنافقين تا فلق صلاة جماعة يقول إيمان كرو كري كرا صحابة الصادقين تقول تقول مهيان لف لف هيلي بالله يعني ضدك الدنيا ده قال قدنا إياه وحا خيرك يا عماشة يا طاعاتك يا قرباتك اللي كفض إلى الدنيا ده ومنافقين تا أما روح رغن منافق له مرك إنه كسو تقنو هوله إن إسكد إن حيلي قام كلا فيريو آخرية هوله إذا يسحابضو صادقين تا كفض دي جرين وحلبو الدنيا شيرو أجر إنه رافو وحيكش على إني الدنيا ده رافتو أجر كان أي هلال مرك ولو علم أحدهم أحد المتخلفين عن صلاة الجماعة وصلاة العشاء أنه يجد عظما صمينا لشهدها يعني النبي حكوة لشهدها ضمير كذا لشهدها يعني صلاة العشاء صلاة العشاء إذن وحوي وليها يجري مركة حديثك حكاها الله يوام منافقين إيماءها مسلمين الصادقين تيد قرينة دليشانية وأنا قد أقولها ويجوز استنباط معنى من النص يخصصه رواية حميد بن كعدي لقد هممت أن أقيم الصلاة صلاة العشاء لقد هممت أن أقيم الصلاة صلاة العشاء وحنض أهمية إن أقيمه سكوها بصلاة العشاء كدبنا أن من كاسكسو الشقي حدثنا من أن ضمن هرت وذاتي قاب كيقول دقى لمن حديثك وين قال الدونا وحدثنا من نمير بن نور محمد وين كان هذا حدثنا أبي عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أعمى سليمان بن مهران ح وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب واللفظ لهما لفظ قال لبدا شيخ بايسكله ابن نمير ملها قال وحيد هذا لبدا وذات هذا قدم بي أبو بكر يا أبو كريب حدثنا أبو معاوية محمد خازم الضرير عن الأعمش أثبت الناس في الأعمش بالإجادة عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام متابعون مرة حديثك أبي هريرة هذا وحين مرة إن أعرج عن أبي هريرة هذا وحين وحي أبو صالح عن أبي هريرة لبو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة صلاة مدى أوغو علوس على المنافقين هو منافقين الدين تا أين ربك أهين أورك قال لدعا أفكان إسلام كم موجستا صلاة العشاء صلاة عشاء هو يو صلاة الفجر صلاة الصبح إذن
قرينا الله بعد نقدر نحبي دين قوله لها حديث منافقين بكه الله يا قوله صلاة إمام وعي النبي عشاء إمام وعي النبي ودوان سوق بها يا إيه نمان كي صلاة وكل عصليد اسكون نمان كدك اسكون نمان ويو وحات رأى منافقين بكه الله يا ساسي ودادير هذا نو كمد يا جماعة لما لها هول قدر ما إيمان دون تهدي هول تقول كزنوي وأتكان دونا وأتكان دونا هول كذا بس وصعد ولو يعلمون هدي أجان لهاين ما فيهما لبذا صلاة وضوح كجرة فضية أجرة لا أتوهما لبذا صلاة وكقي بقل جماعة ضوضة ولو حب جرجورت بالله كذا أما ولو حب حمارت بالله كذا حمار جدو يجرجورت كوكل الدوين ياي جرجورت كونا تلبه يجمعها كوسقده حمارت كونا حبط كوسقده صلاة الله ما كلا يقان حبطك بالقصة عن إسحاق إنتو سويلمي ولي قارين وجرجورت حمارت جرجورت كلمة كيف الرأي حمار شدا هو الرئيس جرجورت كمرك ومركو استجاب وصوبه لا توما حب ومرك عند العرب وجرجورت كينه وإذا دا كوف فسرة حب وحمار شدي حمار شدو الزحف بالليل هذا لكن حب ومك جلبها يجمعها كصعود أما شو قطن بيشاد نرجع وتبرتي سؤالك تو طيب ولقد هم يعني أجدك كتير هذا يقال لها ين صلاة جب أهم بما يسن كهر وحك الصور دعابة كل يسوق الكرتة ولقد هممت وحان دوني أن هم يان أمر بالصلاة صلاة إن أنفر إن لو أقيمه وفتقام الله أقيمه ثم أمر رجلا إن أنفر إمام أن كدق فيصلي بالناس أمدو تجيه أنت أمر كان صلاة يسكوها جاتجيه محاد من إن عصاد لقصه شقين ثم أنطلق أن لا تقوم معي أنا قل جرين كيجا برجال رج معهم ستة حزم حقل ومن حط من حابة إلى قوم قلنا أن لا أذو اللي هو بالله قادنها ياري لا يشهدون الصلاة هذا شأن إيمانين نبي الله محد قصمين فأحرق عليهم بيوتهم بالنار إن قريه ضرب كجوبة وضرب قبضي ضرب قبضي فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وحدثنا محمد رافع أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني حدثنا معم بن راشد أبو عروة اليماني عن همام بن منبه الصنعاني قال وحوري هذا ما حدثنا أبو هريرة صحيفة ديس صحيفة همام بلغ دواعان هذا ما حدثنا أبو هريرة قد أكثر منها مسلم أدب مسلم وقور يا صحيفة همام ومن أصح الصحائف طيب والصحف هذا ما حدثنا أبو هريرة أبو هريرة حديث النووي وعرس النوق التبيي فذكر وحوش همام أحاديث منها أحاديث فربضن بوشيغي منها وحكمتها وقال وحول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ساسا لو بدني الله شيغا وفذكر ذاكر كان لقد همام مركز في رسقابك لو اختصارين ذاكرك وحكوكولي هاي أبو هريرة طيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي لقد هممت وحان دوني ان امر ان انفر فتياني دلنيرديد هولها هلقنكي بودده ايو ان لعقاب المجرمين دلنيرا كفيعان نبي دلنيرا لا تغيبول دقي ميشن وحا وجل علوس هول اسكو يمد مي كوغو سو غادهايا جيل مكل دعان رق دلنيرو با دحين جيرتي جل علوس تو ميل لو دغالمي او داو عيالو رق لو غلو غورتي يمادان هدايبا سو ديرايان وي لقد هممت نبي وحي الرومي الراعي وقال لنا يرى آية دقيدة وأخوي يرى آية أحد الصحابة وحيدي صحابة النبي محمد بن فري يوم بدر ويوم أحد ننعر لكم ما أركبر إلا أبا بكر يدور نمويين لن يرى دينك وقر قادي طيب أفكار تأيو حتى مبادئ كفر أنا وحقات وارد لن يرى دونك الرقتة خير كي وانا قوح أور سيدنا وارد لن يرى محايا إلي لأن يرضوا وحاوي وحول بوحي تعلي هذي فهما أنا كنا قاقان وحا ورك سمعوا واحد أن لأن ينتو جيت كبر هيه يوتلا كبر ذا وحاكلوا عامل كلا عاوية آه مسكح هذا ولي من روج ما من نقن مسكح سواز كفرش يعني عوائق مجرته وكل جي سنة يا شيخ هذا كوكا عروك قادنا أبي هو يدي فدس قل لي لأنه وح وح كلو إلى شذا مجرو مقع ما إلى شنايو كرسك ما دقى الله مايو إنه نقضوا ك
كاب قبيل مره ملاق معها سلطاني واسنما كما دغالميو دد كان واوين دقيدا وحياه بان با اولابن واسنما كو عال قبا اودينما كو عال قبا كرسي كو عال قبا ادو امن كان اوداي او هيرد هلكا كوجد ميانين يرو اوردهي ادراعي كرتا وحياه بان با صدرت الرميدو كو وخا لا شيغ ان يدادين نين وين ما ودا اسلامو هذا كورنا وايدين شيغ نين وين هي ما ودا اسلام ما حي كو ودا رواسب يروج ما كنت تنك اوداي انت بدن انو دربا كو ورغه و خو لبا 800 سنه كو سو دقميي اما 700 سنه اما كنت سنه او سو هي انت كو ورغه و 800 ورغه كو ادقتا نين كان لان ير لكن و خو ليا اني وخان مسخيا ها و كو دقاقي هادو خير دون يا هادو خمان دون يا هنا منفعه الدنيا و كاركم با كو خران حتى و كو دمه كو دلايا عرور اي ورسي اي دد بدن و خو كفكر اولو تا لما غيري كما عبسدو marka way kala duwan yihiin way kala duwan yihiin sida darteed culimada usir wal magazi wixii lahadeen lam yakun fil munafiqina shab munafiqin ansar ku dhax jirtay nin dhan yara kuma jirin maxay ahay jilib culus halis way wa halis tamana ma inaan duqayd oo dur xulayo laakiin xaqiiqad jirto ma ka hadlaaya ولقد هممت وحان دون انا امر ان انفر فتيان دلن يردي ان يستعد لي ان اي دياريا نبغ و اي ديار غريا يغو ديار غرو ان يستعد لي ان انا يغو ديار غروبان او بنان كلا سي استاغان بحزمين حقلو او من حطب قري حابا ثم امر رجلا انفر يصلي بالناس امد امام اس النقطه ثم تحرق لغبو بيوت غريه ابر لغا دغ علام من فيها دك كجري لغو غبو علام من فيها او اه قليه صلاة كهري أي واجب كو أيد أما فرض كفاية كو أيد وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحام بن إبراهيم الحنذري عن وكيع عن جعفر بن برقان الكلابي عن يزيد بن الأسم البكائي يزيد بن الأسم وحبان كبودي عن يزيد بن الأسم البكائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه بنحوه حديث كذا ثمرت من الله بدا حديث كذا معوها من طريق همام بن ربه أنا أبي هريرة. مركي يزيد بن الأسلم وحو متابعين إياه. رقي كوري همام. همام وحسين متابعين إياه. أبو صالح أبو صالحنا. أعرج. ساسة لسد بتا. كل قد منك أعرج متابعين إياه. رواية الحديث كان يزيد بن الأسلم معنا في عنبك ويمدو. ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة. رواية ساسة كويم حديث كيسة. هذا يزيد بن الأسلم عند عند أهل السنن بركودي عند أحمد ثم آتي قوما يصلون في بيت الله في رسالة تقول يهان منافقين دو منافقين في عمب ومنافقين قريها كنت كري كوة أنه هذا منافقين تين قريها كمت كذا مثل كان مي ما أدان قريها كمت كذا ومحاجرة مركو شركة إما دو كان بين قرين أيوه أما أوضادو كحشونا لتشوغان ama government lagu bixinayo la jooga ama meel aroos la jooga iyo maxfal la joogo oo dadku salaad wada aadaan wala tukanaya murku laakin gurigiisa joogo ma tukanayo munaafiqiinta marka waa fiican yihiin thumma atiya qauman yusalluna fi buyutihim laysa bihim illatun guriyooday ku tugan nabiga guriyooda ku tugan baa ku sheegayba kuwana waa arno munaafiqiina waxa weey ee guriyana kuma tukanaya gormay tukadaan markay isu qabanayso way ka baqayaan salaad diblomaasiya salaad diblomaasiya way ama lagu la yaaba islaanka maxaa ka reebay iska dhaxbood wali nabigu wuxuu ka anfiyay ay cilla wax cudur daro salaad oo ga tagaan jamaacada ma ay jirto riwaya kale oo xadiidka abi rawulayo min tariiqi ajlan mawla mushamma'il مشمعل عفوا مولى المشمعل وحاكوي يمد عجلان مولى المشمعل وحاكوي من عن ابي هريره لينتهين الرجال حول المسجد رجال حول المسجد لا يشهدون العشاء الاخره او لو حرقن حول بيوتهم بحزم الحطب الحطب عفوا احمد بن بزار بلفظ قوريه من حديث
عجلان مولى مشمعل قول درس لا مسجدك اون صلاه عشدنا ايمانين صلاه اي كتغيان بيدين اما غريهم كغبيا اما غريهم كغبيا. وحدثنا احمد بن عبد الله بن يونس التميمي حدثنا زهير بن حرب بن معاويه زهير هذا هذو بن حرب بن معاويه زهير بن حرب وشيخ مسلم اما شيخ زهير بن معاويه بن حديج ابو هي ابو خيثمه الجعفي الكوفي وشيخ شيخ مسلم وانين كان ادعينه. حدثنا ابو اسحاق السبيعي عم بن عبد الله عن ابي الاحوص ابي الاحوص هل كان طول عنا دوانينك اضيق هاي تابعك عسلا عوف ابن مالك ابن نضرة الجشمي. طيب سمعه سمع ابو اسحاق بام مقلي سمع فاعل كذا وابو اسحاق ضمير كان مفعول كان والعلم ليس ابو الاحوص. طيب عفوا حديثك وي حديثك سمع اسحاق بام مقلي هو حديثك منه من ابي الاحوص بكم مقلي هو ضميرك حديثك وعلم ليس مفعولك. عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي الهي قال لقوم قل وحكيري يتخلفون كد مريع عن الجمعه وران جماعه زهين جمعه بيوصل دكتين بقى لقد هممت وحان هميي ان امر رجلا ان انفر يصلي بالناس دتك تجي امام مسلم نقول ثم انت كدب وحرق على رجال قل يا ان كوكب غريهودا وحرق على رجال بيوتهم ساس اسكو حرنت رجينا ان كوكب غريهودا دشود ايو كجيران كدل غبو رجاس يتخلفون عن الجمعه كدب مريه جمعه دي كهرا هيا. إذن وحا كجر حديث كان ولود لشدي صلاة جماعة إن أي تهي فرض عين أي تهي صلاة جماعة إن الصلاة شنطة جماعة كنت كتهداد أو علاد أي عذر دار كود أوسن جري إن أي واجب فرض عين أي كود تهي بلود لشد وجه الاستدلال كنا وحاوي وعيد علوس ولبا إن ضد لقبو وهنت لقبو وركضب لقبت سيو نبغو همي وحان نبي وبنا علينا مهمي ومعصوم عليه الصلاه والسلام هذا هو وعيدك انت عليك وحال وكرد شيء وحاويا كتقدي سوا كبيره من الكبائر لإماشيه سنه وواجب فرض عينه اوه صلاه ان جماعه اللي قلت كذا الكوذا دا كرفتي اوزاعي كمدي هاي جماعه من التابعين اعطى كمدي هاي احمد اسحاق ابو ثور جماعة من كبار الشافعي ابن خزيمة ابن منذر أي كمديه الكاس اللي قلت به قل له وحده ما هي وفرض كفاية ويا جماعة أم حليد حديث كان قل يدرس لا مسادك أم وحده دار الله هين حقنا منافقين أي نبي أفق فوق قين أي وحاوي ويشه قورع ويدبي وهكوكوس قاتي مسلمين تكالي عرض الله قبا يحاس يا بي الله تنتما ويه مسلمين تخلص كأهل خير كصادقين تا ينبي وكبق يعني كأفوبان رقن حمد المنافقين تا مرك اسكي إلى ليه وي نمان كأينا نقبابا نقصك تي إذنكم مسلمين سادين إلى الشدا ورقن يا عذا كاد يقن إنات كنتو كتان عور دار الآن قريها إذنكم مسجد كآدي كرا نمانا هالكاسي لما يد جمهور أهل العلم وحلقة سوقرين قبان جماعة فرض عين ما فرض كفاية ما وسنة مؤكدة على رأي ابن عبد البر يا جماعة يسو قوريين يا ودا دفر بدون عركوا مركا لكن في رسو رقم كسلف يا تابعين يا كبار التابعين واتباعهم يا احاديثه رأي قد حارون فرض عين الا اذا حقوق حكو جرا كبطبطين باكو جيرتا على كل فرد ان سنه مؤكده لا حقوق بهدل باكو جيرا صلاه جماعه دوده فرض كفايه فرض كفايه صدرت يا مسلمين تقاركود مدينه جوج ايغو نبي انت سو لوغيان جماعه مساجد ايمان كرا يا كنتو كان جيرين مساجد دوده موضوعيادود يا قيبنا غريود كنتو كان جيران منافقين هاي حديث كان كسو بلاونا باب كان توصي ان صلاه الفذ اي
أي تكلون كفض بدن تبابك وباب الأفضلية معها كبيرة هي معها وشو وعيد ينكار النار قال ماشي ما تعلو من باب الفاضل والمفضول من باب الأفضل والفضيل هلا قدو ننا هلا قاسي لمرين المهم وعيد كذا ركتين علوس آدي آد الله اسكا إلالي صلاة ها شنطة انت جماعة كنت كنكرتو كنت كفضيك أبدا وحادير إلهي باكو إلالي أبدا الدنيا أو الدنيا نقال باكو شيرا عافمات باكو شيرا دين إلالي باكو شيرا ووحي رأينا قصوها للدين تيني وحي كروضان با هلفها الله قاضي مرك انت اللي قد ذلك هل قد ذلك صلاة الجماعة يان لفظي سنة وحاكو اللود اللي شد حديث كان ليري وقليها كده ضي جماعة وجوب كده كده وحيلين هذي نبي قو جماعة واجب تاعي وحيد ما بدأ يب نبي قو أنهم يبوري هوش أنتم كل قاقو يا منافقون لم نبي قو قبلها لكن وهم يمص مينن مرة دكتة جاي وحوى هوش واجب معها القاسي لما رين لكن سبب كن نبي قو دكتة جاي سنة كأنه قصوا مرة حديث كي حديث رواية كمد أبو داود وهابان فيليا لكن لفظ أحمد باج يعني حسوسته لولا ما في البيوت من النساء والذرية ينبي كل عليه وحأودي ذي إنه جب معها إن صلاة جماعة إيسن واجبة هاي معها إن إيسن من كان إلا جب إيسن مذنن وحوقت تجي وحكبق النبي قاد وطبق بس يقول له وجر منافق بس كوج بن مهيه يكي صلاة الجماعة كتجيها وينك عرض محسن وكوكو منيس لولا ما في البيوت من النساء والذرية وكوكو بالهاب عليه الصلاة والسلام مركب مانع سجل على كلام في صحة هذا الحديث وحكوا اللود للشدا وحابا أن أتعزير بالعقوبة المالية التعزير بالعقوبة المالية مركب الأمير تاما مامل تهي إن الوجنا حدتك خلط كالسمية أم إذا بدرد السمية أم الدروب تقول دعاه أما حدودك إن لوجا جناح مال يهنتي رمي قوي قانون قوي كيان نينك خلط ثمين يا كسم تقانر نين با خلط ثمين يا أن لود بالقانون كانوا رير كدمنا يو طلك خطر كوا أصل كذا كما الله يد بدرد أيه وكذا قانون لكن خلط ممكن ينكو كوا أركان قراعي ما هيام قراعي يجي لوجح لو وادم بي هل هذا قيم بدون تعيش هاي يهنتي لا سوقبته بلقى جورعي كسر لعوني بناء آدم حوله وحول بكج عليه نفتيزة وقدمه يا صو هشيس الدفاعي يا ها مرك أمر تيجات كجورتي أظن شيء أرجع شو مونت كل ما لقى جورع هاي رجال بيتك حديث كان يهوني زي فهمين وارقتين تكسب المرء لا دقي أخلدن تيجي بالقوم شر هيا حوارات غير بالقصور تيجي بالقوم جين هيا meela laga jiray masaxal dooga tigid kamera ku soo tigid ba lagu goynaya dhaqaalaha way ka sameeyeen naftooda way ku ilaashadeen edebad yaan leysan hadda isteedkan dhulkiisa banaan ee aad ka dhigteen baakin isli oo dhanba ka dhaxeeya hadaan tigid ugu soo rogno aad kala carreysan inta timaadan edeb ba yeelan haya bin aadam in la ganaaxo xoolo laga qaado aad bay u naxbiyo مرك التعزير بالعقوبة المالية ومسألة خلافية لسكو خلاف منسوخ بامسه ومحكم الصواب إنه محكم طاي سلف كنا كنا مجرين سيدنا عمر نسمين جري مرك نسخ مجره نسخ مجره أنا قال لك إن شابعوه سكو دبنا مؤقل علينا واشي منسوخ إسكيل علي وحاكو لو كتشرة شيء فضيق بطنا يا جماعة إلا تكذاءها مرك قاركود دن قودو كم مهم سين لو قتكرو حق الله قاطي نبي محمد محان هميي إن صلاة الله أقيمة ونسكوها بأنه من عن سوق بتو هول دولة ديت وما تنطنوا أني لن يرد عنك حيست إذن مركة قاركو الجماعة دي إنا دنت جماعة حتى أغهر كرتو كبهدود إلى اللي سمت لن أما مسايد كود هبايين يسو فضلك يأجر كنا والله ده لو حتكون مقانتهاي مصلحة دي بتكون مقانتهاي عيدا مكو دونينك بيها الله درا أما إلى الله الله درو أما هول كلا أميرك ودرو نبيك محسمين جري عيدا كي غنيمة ذو هلاي بوحكة سنجري نين دقع اللامي أوصفك كجري أهم بكسو قادي جري
مرك أجرك وأنا لقيب سنة إسا أجرك وأنا لقيب سنة. إذن وباب الموازنة بين المصالح والمفاسد معاني ذا صحيح كوجرة يين بدن إمامك شيخ يدك تدب كفيري إن شاء الله تعالى. باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. أنت حديث كان يركع عن قدر سوق ما درى هذه وحب باب يلا ويسلينا إسراعنا. يجب إتيان المسجد مسجد إنه تقع واجب على من سمع النداء أذانك الروح مقلة وإنه مسجد تقع كنت كذا واجب كان أمرك كيهور قدرا. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم الحنذلي حديثكم مسجد كيسو كجرة مستند يكجرا صدح بقول ثمانية صدح بعد كأخرية كرتا. وسويد بن سعيد الحدثاني من كيوين بدل كورين جرى مسلم خاصة في المتابعات وكور لكن أحاديثه حفظية أيو أنت بدل كوري هذا نضوى مقارن. طيب حديثان كوا نسبة إلى حديثا ما قالنا حديث لا عراقته الله صمت قانا قال له ود قال له الجري القاسو كسوتشي ذا. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلهم وذاتها أفرت قتيبة إسحاق سويد يعقوب عن مروان بن معاوية الفزاري قال قتيبة وحول حدثنا الفزاري انت كان له حيدين عن الفزاري بيد هذين عن مروان الفزاري عن عبيد الله ابن عبد الله بن الأصم العامري قال وحول حدثنا يزيد بن الأصم وأذيركي يزيد باوذات كهوري عبيد الله ابن عبد الله بن الأصم أذيروه يزيد يحاوض هذا شيء عبد الله بن الأسم عبيد الله مركا دير بالوية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن قال أتى النبي نبي وحاوين عليه الصلاة والسلام رجل أعمى ندولاء يعني ندقى بين بان نبي ويمد إنه عبد الله بن مكتوم يهيبان الله بذن يهي وذا دهر النواب مريم با فقال وحور عبد الله بن مكتوم يا رسول الله رسولك إله يوم إنه ليس لي قائد هجمله إنه ليس لي إماء أن قائد هجاس يقودني إيه قامي إيه إلى المسجد مسجدك فسأل رسول الله رسول كلاي بحوي دي استمرك علدي سشاجي إن الآن قدر هجلا أن لا بعلد بشكت كهرت الدم بنو حمار كنبي الله رواية واحد يقول هاي مدينة ويجيدا بلانتهاي إن بيني وبين المسجد أودية وأشجارا أني مسجد كنبي الله وحنود حي تقب إيو جيدا نود حيا وأنا إن دلع أي صدح لبع لذوق نني هجنا ما هيستو صدح ومش أو لردار كوي ما تقرن إنسان. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي حويديست أن يرخص له إنه أرخص يوفسحه أو فيصلي في بيتي جلوس كذا كذا إنه أرخص يو عرصين يا في ترك في عدم حضور المسجد. طيب فرخص النبي أرخص مركو أركها دوان لا هاي نين إيه أنا ما هيستو بدينا وجد بدن تو بدن تاي بل وي حلق بدن تاي نو كتر الرواية كله نبي وحول رواية هاي قول قد إسكت تكو. فلما ولى مركو اسمه شري سحابي إن دولها دعاه النبي قويري فقال وحول هل تسمع النداء آذانك مسجد كما مقشا هل تسمع عمر مقشا النداء يريده بالصلاة الإسكوية لي. فقال السحابي حول نعم نبي الله وان مقلا قال حول فأجيب سوء أجيب وإمو هالطبع حي على الصلاة اللي قيله ورسالة وكالا ياي واترى وائك وين اتراض حاضر وين اتراض وائك ومسالك اتماد. رواية عند أحمد وابن خزيمة من حديث عبد الله بن الشداد عن ابن مكتوم أي كيمد معنا مهم جدا أتسمع النداء ماشي وحا كيمد أتسمع الإقامة معناها سانا كقوق بدن معناها كالي أتسمع الإقامة أقيمد من مقشا أقيمد مسجد كادان ميكروفون لقو أقيمد نوحا مقلة من مسجد كاد أوغدو من مسجد كاد أوغدو تسمع الإقامة. حديث كان مركا إنه يهي السحابة المكتوم باللو بدن يهي حديث كلو حن قالوا من دون حلا عن ديرين إن شاء الله تعالى سحابة كلو أصنع إن ده كشيك تقول الله فالصحي إنه الجماعة كهارو عبد الله المكتوم نوى لقاءت كيهي
ninkana waa loo fasaxay. إذن لبدا أحد الجمعين توضا مرم بدن باكيمت سيد الله جمعين لها ابن أبي شوية بزار وحوري من طريق أبي الرزين عن أبي هريرة قال جاء ابن مكتوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان قالوا الشيخي أبو داود بأسنا وكم مرة من طريق أبي الرزين عن ابن أم مكتوم بأسنا وكم مرة شاهد لبعض إنه صاحب القصة أوي هي إن مكتوب من حديث جابر باكوي من عند أحمد وابن حبان أبي داود وحنكم مرة من حديث عبد الرحمن أبي الليل الأنصاري عن مكتوب نفس القصة ورنية مركع مكلا صور السحابي قال النبي وهذا الله الله هي إنه هرودي ذي إن دولها أواه عبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى عنه وارضاه حديث كان أبو إسحاق الجوزجاني وحوت الإمام إنه يهي متروك العمل لم يقل به أحد من الفقهاء يقول يؤتي الإمام معنا أوتي الإمام محايا إلي إن لا أنت يهجا لا أنت إن الجماعة وجوب كذا وكل عهايه ومسألة إجماع مسألة إجماع وي طائفة من الحرابلة متأخرين خلاف لقصة قرشا لكن عدر دار هذا كون مياجرة وحال اسكو اجماعي جماعة وجوب كيدي انو كرد عي عردارو عردارك اقوينا وين دل انت هدي ان دولة ان هقا هيسن لو عرداري واي يا لو عرداري وماشو كقاتو ابن حزم يداهري دهين الجماعة وشرط لصحة الصلاة نينك عردار لابا موية نينك كالا صلاة بكا اسحمي زين من ذايريا كرفتين أيوه وأوش هذا واحد جذب بأكثيرة وأوش واحد جذب بأكثيرة حديث كذا مر كأنه أنه قبل ما حد كفانتين واحد كفانتين صلاة إن جماعة اللي قلت كذا لو كلا كعوة هل اللي قلت ذا له وقتها اللي قلت بحيو عذر دار ديناتنا يعني اللي قلت خلد من والله سبحانه وتعالى أعلم.